الشعب الكردي للاسف اعطى ثمن كبير، قدم ثمن كبير بزاف للحريات والحقوق وخصوصا حقوق الشعوب الاصليه. انا قبل قليل تلاقيت مع مناضلين كرديين، ملي شفتهم خصوصا باللباس الرسمي ديالهم يعني اصبت بانهيار عصبي وبرغبه في البكاء، بل بكيت ولا زلت ارغب في البكاء، لان ما كنتش كنتصور انني غادي نتلاقى مع اكراد في ذاك اللحظه التاريخيه. بالفعل حسيت بحالي حتى الهنود الحمر جاوا، بان الشعوب الاصليه كلها جات وباننا كنا كنديروا صف واحد ديال المقاومه وديال الصمود امام الهمجيه المتجدده ضد حق شعوب الله في الارض. فيحيى الشعب الكردي، يحيى الشعب الامازيغي، تحيا الشعوب الاصليه كلها. شو نقول لكم، يحيى التضامن ما بين الشعوب وصمود اجمل واجمل. ايها الشعب الكردي العظيم، وشكرا لك.